بتعمل بشكل محترم برضه. والناس بتيجي تقول لك انا عايز البوكس ده وحط لي فيه بتحط لي فيه شوكولاته وورد. هي بتحدد اللي هي عايزه تحط، عايز تحط دبدب بس، عايز تعمل او هو يقول لي احط لي اعمل على الزواج، بعمل له برضه على الزواج مش مشاكل. برضه انت قلت لي حاجه مهمه، انت خريج ايه؟ انا مش مهندس. انت خريج هندسه. طب وايه اللي خلاك يعني تتجه للمجال ده؟ انا كل الدراسه واشتغلت للورد، اللي انا بحب الورد والله. انت بقالك قد ايه في صناعه ال 2015 يعني حوالي 8 سنين يعني. 8 سنين دي سنه كامله. وسبت الهندسه وسبت الشد كل الدراسات خالص والله، طلعت من الجامعات واستقريت في الورد. يعني شايف برضو ان الموضوع ده مجزي معاك. احسن يعني دي هوايتك وحب انت بتحبها يا شغل الحر بيبقى احسن من شغل الاعمال اللي بتبقى موظف. لا يعني اشتغل بايدك واحتجت يعني حاول تبني نفسك بنفسك افضل. صحيح. ما تستناش حد يبني لك، يعني انت لو في حاجه بتحبها اعملها، بس ما تسيبهاش. يعني اي فكره عايزها، يعني في العريس ما كانش من 7-8 سنين ما كانش فيه الا محل واحد بس. ورد الطبيعي ده كانش موجود في العريس. يعني دي فكره برضه كانت قويه. دلوقتي في يعني محلات فتحت كتير وفي اقبال، الناس بقت واعيه بالموضوع ده يعني، والهدايا والكلام ده. صحيح. صحيح. احنا يعني برضه بنتابع معاك، وبرضه انا شايف ان في الورد ده نوعه ايه بتقول؟ اسمه اراوله. اراوله. ده اللي هو المعتاد، وان هم بيطلبون للناس هنا مش كده؟ في انواع ثانيه انت دي كام مثلا؟ اللوب اللي هي الصغيره دي. الكبير ده عامل 180، اللوب الصغيره دي بتبدا من 80 جنيه لحد 150 جنيه. شغال انت في الورد برضه الصناعي مش كده؟ الورد الصناعي ده بيبقى اقل تكلفه تقريبا؟ لا السنه دي اعلى بسعر، برضه المستورد رفع سعر الورد الصناعي. يا سلام. بالدولار. كل المستورد مرتبط بالدولار. كل سنه وانت طيب، ويعني يعني عيد سعيد عليك، وعيد يعني ربنا يجعله يعني خير عليك، ويبقى في اقبال كبير يعني عليك. يا رب. انا برضو انت قلت لي ان في امبارح كان في اقبال برضو، عشان بس ناكد للناس ان في اقبال هنا. النهارده في شغل برضو محجوز كتير بعد العصر، في شغل عندك محجوز يعني هيجي ياخدوه بعد العصر. بعد العصر على طول هيستلم. جميل جميل جميل. توفيق ليك يا رب. مشاهدين مشاهدي كارلايف قناه القاهره 24، احنا زي ما سمعنا مع حضراتكم ان هناك اقبال، في اقبال على شراء بوكيهات الورد، وايضا الهدايا وبوكسات الهدايا والدباديب ايضا في مدينه العريش. هناك يعني انتشار لبيع الورد في مدينه العريش، طبعا بالتزامن مع عيد الحب. وكل سنه وحضراتكم طيبين مشاهدينا مشاهدي كارل لايف قناه القاهره 24. كنتم في لايف من محافظه شمال سيناء مدينه العريش، طابت اوقاتكم.